يمكن ابتدي بكابتن اشرف. دائما زي ما قلت كده يا كابتن، اول بطوله بتبقى تنس الطاوله، بيفتحوا لنا بقى نفسنا وتفتح نفس الناس كلها للبطولات. ايوه دايما بطوله تنس الطاوله بتبقى اول بطوله في الموسم لجميع الالعاب، في جميع الالعاب يعني. صحيح. فكان في مقوله كده من الكابتن رؤوف ان اما بنكسب تنس الطاوله بتكسب، بتفتح على الالعاب كلها ان شاء الله. ان شاء الله. كلها تكسب ويبقى موسم كويس لكل الناس. السنه اللي فاتت اتلغت، احنا ما لعبناش. للاسف عشان كورونا. كورونا طبعا. ان شاء الله السنه دي تبقى اكيد احسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تبقى احسن لكل الالعاب باذن الله. خلينا يا كابتن، المكسب ليه معاني ليك؟ حضرتك رئيس جهاز ومن احد اللي عملوا الطفره الكبيره مش بس في النادي الاهلي، كان ليها انعكاس كمان في منتخب مصر. اكيد المكسب بتاع بطوله عربيه ده ليه معنى عندك يا كابتن. بص يا كابتن، احنا طبعا في النادي الاهلي المتعودين ومتربيين على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني عندنا يعني زي الاخير، زي الاخير. صحيح. عشان كده بيبقى في طبعا الكلام ده بيشكل علينا طبعا ضغط طبعاً كبير طبعاً. سواء الجهاز الفني او اللاعبين، انما ده بيبقى دافع لينا وبيساعد العلال وبيديهم حافز جامد ان هم يطلعوا كل ما عندهم واحسن ما عندهم في البطولات. وعشان كده ربنا بيكرمنا وبيكرم كل الجهاز الفني. انا الاول بحب اشكرهم كلهم جميعا، الكباتن اللي معانا وباقي الجهاز الفني، لان برضو الناس دي بتساعد معانا لما بنحتاجهم ان هم يساعدونا في حاجات معينه، بيجوا معانا، محدش يعني بيتاخر علينا الحمد لله. خليني اقول لك كابتن، يعني يمكن من المرات القليله لقيت الزخم الاعلامي على البطوله دي، يعني حتى في السوشيال ميديا لما كنت افتح الاقي كل الصفحات متابعه البطوله، الصفحات الرياضيه والقنوات الرياضيه. يمكن احنا طبيعي ان احنا كنا متابعينكم عشان احنا قناه النادي الاهلي، ولكن الجميل ان البطوله دي لقينا ناس كتير او ميديا كتيره متابعه البطوله. اول مره الميديا كلها تبقى مهتمه بالبطوله، وبرده قبلها كان في بطوله العربيه، كان في شويه ناس متابعين المنتخبات كانوا متابعين. صحيح. والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا قدرنا نفرح الناس ونسعدهم بالنتيجه بتاعتنا. البنات الاول بداوا المكسب. صحيح. يوم السبت اللي فات او خدوا المركز الاول، وبعدين سافروا، وبعد كده ثاني يوم كان الفريق الرجال. الحمد لله ربنا كرمنا. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك.